شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل سمعني تكلم فيا انا ليلى يا اخي ريتك طبعا او كنت تتابع لي هكي شعب عندي انت صباح خير شو بيك سي شباب ما تردش ولا باقي مبغضني ها صباح خير سيدي فلوسي فلوسك صبحت الظهر سيبو فضوحة مش قلت لك المشاكل العائلية ما عادش جيبوهم للبيرو باهي شكون عنده معايا رونديفو ما نعرفش هسه نشوف واحد منهم هذوك بالله تعمل لي هكا يعطيك كسر خيطك باهي هكا ترتب يا وانا علاش نخلص فيك سيدي ها خدمة شكون هذه هاني نخلص انا هاني قاعد خدمتي قاعد اكاو بالله ما عاد غي نخلص فيك باش تقعد اعطيني فيش اعطيني فيش ما تقعد تفهموا فيها هذه بعد الخدمه تفضلوا سيدي شكون عنده معايا رونديفو ها انت عندك رونديفو معايا شكون انا جاي للعرافة ها مالا انت سامحني انا عندي معاك رونديفو تري تري بيان تري تري جي كومبري هاي تفضل لا 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 من هوني من هوني سلامة شنو عزش بك تدخل لك ما تصبحش يا اخي متغصبتوا فيني وما تتكلمش الله غالب صوتي هرب هاك ترى رقبتي عريقنا لا حنش ولا خيالي يا اخي خديت هوي على قريجمي حتى من انفاصلي بردو زادة وعادي عزت شبيك هكي قدش مرة باش نقعد نفسر لك صار بالضبط ماني وعدتك دوبا تجيني فلوسي لاخولك ازوز شقاشق شقاشق امان على خاطر سامحتك وما شديتش صحيح وليت تخرج في جرينيتك وينو جرينيت تاو بعدي تاو تشبيك عزة تشبيك تبدل ترو محسوب مخطوبين رانا اولا هاك قلتها مازلنا ما تخطبناش ثانيا انا ما تبدلتش انت ظهرت لي ما عادش نافح بالعكس تي بالعكس مكيت بيهم اللي ما عادش نافعين وما زالوا ما مش نافعين اما لك انت منتف كل حد على روحه فهمتها هذي ولا نزيد نوخر الخطبه جمعتين فمش ما تدخل القبه اللي جاي الاول يتبعني من وقتاش عندك هالتيك هذايا هالتشنج العصبي هذا شهرين هكاك شهرين ومن شهرين التالي جوست قبل ما يجيك هالتيك هذايا ها عشت شي حاله استثنائيه هكايا مثلا شاك ريت شي حاجه قويه ياسر وما نجمتش ترد الفعل ما تفكرش لا ما تفكرش وكيفاش فقت بروحك عندك هالتيك هذايا حياتي تبدلت في الشارع يغزرولي في الحومة يضحكوا علي في الخدمة يتغامزوا ورا ظهري في داري مرتي
عدة باش تقطع شعرها بعد اللي ولات كيفي. شنو كيفي؟ مرتك ولات عندك تيكة؟ عديتها عديتها؟ اي ولينا معاش نجم نخرجوا للشارع. منهم مرة راجل شايب وعزوزة قعدوا يغزرونا ويش يش يش مو فينا. بون شوف انا الحقيقة اليوم ما نجمش نقدم معك اكثر، باش نبعثك لطبيب اعصاب زميلي باش يشخص الحالة نتاعك ويعمل الدياجنوست تيك نتاعو. يا اخي يا اخي انا شكون اللي بعثني؟ ما هو النورولوج نتاعي هو اللي بعثني واعطاني جواب. جواب؟ اي وين الجواب؟ عند الفرملي؟ لا في الدار. شنو في الدار؟ بربي شبي امي فضيله مرحبا الاختص سعيد يعيشك. اسمعني بكري وانا ننظم في المارو تاع الكوجينه لقيت لك الطبليه هذه جديده، خذ البسها تقول عليها مش ملبوسه. راه ربي فضلك يا امي فضيله ياسر مزيانه صحه وفرح. شبيك راك بنتي بالفم والملاء. وهذايا بخور لنهار الخطبه، ما نحبش تحط لي من بخور ناناتك، قلبي ما يقرش عليه. تقول عليه اني تعاهل بسم الله. سلام اخويا. حبس علينا العقل والدين. لفضيلة مرحبا بيك، تفضل معايا للصالة. لا وراس اختي مزروبة، الفطور على الغاز خليته. نانا شوف امي فضيلة جابت لي، شفت ما احلاها؟ هيا به يعطيها الصحة. يا اخي مزية يا شومي، راهي عزة بنتي. ربي فضلك يا امي فضيلة الغالية. ايا اسمع باش نبه عليك، ما عادش نحبك تعيط امي فضيلة، عود عيط امي حاف. باهي. ربي عينك اختي جنات، وانتي شوي اخر تعدي لي باش نذوقك من فطورنا. يعيشك يا امي فضيلة. نمشي نجيب لك ليون اللي بعده. قبل ما تمشي حتى انا ما عادش نحبك تعيط لي نانا. واه نعود نعيط لك جنات هكا؟ جنات لحشمة لقدر، حتى انا نحبك تعود تعيط لي امي جنات وقدام العباد امي حاف. بيهي امي فضيلة. امي جا شبيك تفخم حتى هذه صعبت عليك؟ ليه شي ما توا نهار ولا اثنين ونستانس. بيهي برا مشي داخلك اليوم. هاي سيدي في الامان، وما تنساش المرة جاية باش تجيب لي الجواب تاع طبيب العصاب. وقتاش؟ وقت تحب، حتى من غدوة لقيت هذا. بارك الله فيك دكتور. وهيا في الامان. في الامان ان شاء الله لاباس. ولا لا زيت الوغ لما امرا جاية عود تصبت عمليح وحل عينيك. عندك الحق. لا سي با غراف. تفضل مدام. مدام بربي سامحني. وا شبيك يا راجل؟ مو لاباس انت يا مدام؟ شبيك يا ولدي انا نتاع هذا؟ نو مي سان فابا سيلوي لا 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 نسيت الشوم قلت الحياه نتاعك باقي عاود فيها. يا ولدي يزي يا ولدي شنو هذا؟ يا سي البيجي يا مدام يا سي البيجي ابعثني ما تقرنيش عايش يا مدام يا سي البيجي نو مي سان فابا سيلوي لا 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 سيب المراه شبيك يا سيدي شبيك يا مدام اش عمل لك؟ شو اش عمل لي؟ زاد مثيا ويغمز هكا وغزرته حرجه و سي با فغي سا اني با نورمال مقتلك الراجل. خطيني مريض اي مو مشي داوي يا خويا لنا تعملنا موك هنا. هيا خويا تفضل. أيوة. تفضل يرحم والديك امشي. سي با فري سا هو رجال ولا لوح. مدام لاباس سافا؟ نو لاباس سافا لا يعيشك ميرسي بوكو. جاب ربي مازالوا ثم رجال كيفك انا في بالي بيهم نقرضوا. العفو العفو يا مدام العفو. ميرسي هذا واجب سورتو افيك اون دام كوم فو. تحبش نهز معاك نعاونك ولا لا؟ ما تعبش روحك يعيشك. ميرسي بي انا وصلت راني مش الدار
دراج ما يقربوا لي فوالا الوغ ميرسي اونكور اون فوا ميل ميرسي توت ا فوت سيرفيس توت ا فوت سيرفيس سي بيجي وي خويا وقتاش ملا يحضر شويه اخر يحضر خويا باهي ملا نعمل دوره ونرجع لك مرحبا بك نرجع لك لازم نرجع لك اهلا اختي فضيله صباح الخير صباح الورد والياسمين وقديش توحشتك وقديش انا فرحانه اليوم انت هاك ما بطيتش في بلاد الروامه ما خلينا الوقت نستحشوك على الاقل وتي هاي زينو ما بنتيهوش عسلي ماما أم شيري نحبها تكون في الخدمة تفضل ماما تفضل سافا اه تخي بيان توحشتك تخي بيان عيشك عيشكي لي هلا تعدى سافا الفواياج ونقول لك الحق الحق قلقت فديت الكروازير كلها تخوزي ماش معناها الدفدوفه وخوه كوبي امك عاده تعرفني نحب الجو ونحب الحركه مادام بدني في فورمه اختي فضيله تحب ننصحك مادام بدنك في فورمه امشي اعمل عمره كيف ندادك والله سيت اون اكسيلونت ايدي انت مفكر فيها هذي الوغ ولا لا بون هدمي لله كلكو كادو من الفري شوب ان شاء الله يعجبوك يعيشك ماما يا لطيف امي فضيله حبيت ناخذ لك حاجه انت وسلام لا الدفيزو فاتلي امك فضيله كي قلت كاينك جبت مادام النيه موجوده وصافيه يعيشك ويخو بخاطرك الوغ كومون فاتي عادي امي اسمع نحبك تسلفني شويه فلوس ترجعهم لك فلوس زينب عاد انت تعرف مازال كي روحت من الكروزير مازال ما عملش حساباتي ويلزمني زيد امي 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 حاجتي بهم تخيز يرجعوا اش باش نقول لك بون قداش قلتلي خمسه ملايين خمسه ملايين يا زينب اش باش تعمل بيهم اتو نحكي لك بعد أمي فضيلة شفت قديش طلعت عليا الطبلية صحة صحة إن شاء الله مبروكة تلبس وتقطع أي زوز سلم على مقدوجة زوز تتدوجة مرحبا فوسك لهم بالي شنو حوالك عيشك عيشك شنو حوالك تتزينب عيشك شنو هي هذي تتزينب زينب حاف تو أنتم سلايف بعد ياك ما بتيتش في السفر ما بديتش مو على خاطر نحب نخلط هكا في ساعه خطبتك زيد هيا ثبت روحك عاد رجعت على خاطر الخطبه ولا على خاطر قلقت على خاطر قلقت وعلى خاطر الخطبه زيده لاختي فضيله ما قالوا لكش للخطبه توخرت نو قلها علاش توخرت يا اخي باش نحكي لها من غبار الثنيه ايا ما تقولوا ليش زيد اسبوعي مازال يخمم لا خطيه وليدي مسكي يستنى في الخطبه بالريق الناشف هما خوه بعد ما وعدوا بالفرح رخبيه الله يسامح اللي كان سبب الخطبة تأجلت على خاطر خال عزة ما نجمش يجي لحد هذا وزيد أسبوعي مش حاضر يحب يشري صياغة لأختي عزة وهو لقاهم فلوسه باش يشري صياغة ما تشروا بهم شقاشق يا عالم يتباعوا ولا يقعدوا مكدسين غادي من الخطبة مش نار لحد هذا دماش مثالش تتا كما قال عم سليمان اللي على فيها خير تي ليه على خاطرني ما خديت رانديفو من عند شوشو الا مريق الشاح شكون شوشو خياطتك هذي عمرك ما سمعت بشوشو نو شوشو لو ميور كوافور في تونس عنده صبعات تغزل الحيش فلا كل صبعات وتغزل التعاطش اش قلت لي يا اختي فضيله اللي مش عليك يا عز نعطيك قضيتك واه امي وين ماشيه يا اخي مروحه ليلي عندي البورتابل ندرش بيه حسيت ونحب نهزو لك صليح سي جاكم البيجي يشوفوا لي وتو نجي الي اتو تلاخ شهية طيبة زينب شهية طيبة اختي عزة بربي يا امي فضيلة يا اخي الطبليه اللي لبستها عزه مش طبليتي ما نتفكرش
انا لقيتها محشيه في قاع المار اعطيتيها اما خير ولا ملوحه غاد عجب يا اخي عمرك ما شفتني لبستها عجب وانت عمرك دخلت الكوجينه حتى نشوفك لبستها تفضل يا شباب بربي قل لي يا اخي مقرف على الخدمه ولا شنو علاش شكون قالك ريتني مقرف هذه تسميها خدمه لك لاهي لا بالرونديفوات ولا بالفيشات بربي قل لي تعطي فيا في 20 دينار في الجمعه انا ما خدمه تحكي الخلاصه هذه اللي انت تعطي فيها غير بتاع واحد يبدا قاعد على كرسي وما يعمل شيء بالله توا شهريه ما عادش عجبتك وطالب الزياده يا خويا مزعمكم مزعمكم انتوما تترسموا من هنا وما طلبكم تكثر انتوما خياركم بلاش كونتراتوات تبداو كلس كلس وروسكم طبسة انا طالب حقي تستعرفي بسويعه السيده بتاعي تدي خدمتك كلها بسويعها زايده على تكركيرك المثالي وتفانيك في دزال بيتك يا خويا خلصي بشهريه واعطيني سويعه السيده بتاعي يا شبكشي تو ومن بعد انقذني وخذ لي قد ما تحب يبدا من كل عرقي وزي سبع فيا بخس ايش تحب عندي ماكلي بيز بالله بالله هكا حتى من القراطس ولا البكوات تري تري بيان بو اذا ما عادش عجبتك الخدمه تنجم تخلي بقعتك لخيرك يحرسك يحرسك امي ولا بكرة عامر اللي مشيت وخليتها لك انا خايف على امي راه ولا تغشش ما يهمنيش بغيتها وخايف عليك انت للضيع عندي والبيرو نتاعك نضيع نضيع اش خصلو كان نضيع خليني نرتاح من الانتاج والانتاجيه بتاعك اي 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 يا مامي صبرنا يا اخي وقتاش جيت مشري جيت البارح في الليل توحشتكم برشا 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 ايه كنت شوفينا قداش توحشتك وتوحشت الكادوات نتاعك جبتي البارفان اللي وصيتك عليها مي بيان سور جبتو هاكا يستنى فيك في الدار ما تقوليش فاتو ما اختك شبيها مش معاك خليتها قدام البلاص قاعده تهروا يا وصاحبيها ملي اسمعني اسمعني في ساعه يجي هي في ساعه اوكي اتو تلاغا اتو تسويت وي وي مشري يا مدام دوجة وي البورتابل بتاعك لبس عليه جربته يمشي خمسة على خمسة شو بربي عايش زيد حلو ثبت فيه بليح يظهر لي فيه موفي كونتاكت انا هاني ما يصيرش نستنى هوني وانتي خوذ وقتك ما تزربش المفيد يتصلح على قضية عايشك يا عايش يا مدام ايش فيه ما يتصلح قدتك لبس عليه عايشك اي مدام دوجة وي حاجتك بحاجة أخرى؟ لا حاجة أخرى نون فتومة طالعة توقع تفضل استناها بحذايا أوه عندي قهوة في الترموس مازالت سخونة يعيشك ما نحبش نعطلك على خدمتك لا ما عندي شيء مازلت كي كملت ريسبتور بتاعك السيد وتوا فاضي شغل السيد أنا السيد تقصد السيد متاع كبيرة وما قصرتش تي هكا صلحتو فيسع لا ما صلحتوش باتشيتو تي الحكاية كل متاع خمسة دقايخ جا هز بتاعه من قبيلة ومشي على روحه عبو صار خسارة خسارة؟ عليه خسارة مدام؟ مش خسارة احنا شو مش مامي فوالا فاتوما جيت سافانا توحشتك برشا 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 حطينا حطينا وجبت لك زيد كادو يجي شوف وش بون يا جماعه قولكم تصبح على خير تصبح على خير على خاطر ممكن ممكن سي باسور ممكن واخر شويه احنا مش اتفقنا على كويس سلومه وي عزيزي مش كنت جرب الكرافات خيره زعما ترا يا جماعه بنت محتاجه شويه راحه بابيون خيره بابيون احلى اسمعني زعبين وتبرويل وولدي قداش نيه كل شيء جد عليه تعرف طونطون كان جات الدنيا دنيا راهو اليوم نهار خطبتك هما خسارة مش كاتب وانت ايش قولك لو كانت تمشي لبيتك وتاخذ كتاب تطالعه مش خيرة علاش نهار احد وتحبها تقرا دروسها الكل عملتهم الصباح بالمجد لو كان الدنيا دنيا راهي مبدلة مزينة في خطبة عمها اي ودي يا سي امين المال تمشيش الجدة تكتسلوا بشهريهم وما تخلصهمش شو شفت امي
شفته؟ راك تسمع فيه بوذنيك. هاني مانيش ظالمه. خليه يتكلم، خليه يتكلم، يموتش بغصته. بربي يا امي فضيله، علاش هكا؟ سليمان قاصد ربي عاملين له حفل تكريم، لازم تنخصوا عليه المشيه. بسم الله عليك وعليه. باهي، كان وليت عدو الناس الكل في هالدار هذيا، خلينا نمشي خير. زينب صباح الخير عزيزتي. في وديعة ربي. ماما وين ماشي؟ تيجي يقعد بحذانا. علاش؟ بكري انا وراجلي مسلمناش، تحبني نقعد توا وحدي نتمشمش؟ توكل قريقح شفيهم ما يتمشمش. تسخير روحها عزة اللي الوجه مدور والخد مكور. سقال اسبوعي بين التي والشروب والعشاء دار فيها الحسبة كازحة. نعمة مش ظهرت لك كاني سمنت شوية ترى؟ شوف ليه عاد كانت حليت قبل الخطبة بنيتي، ملا بعد العرس كيفاش البلاص اللي متميلو انتي وراجلك؟ ليه؟ اما قلت زعما نلقى روبة متاع فيونساي شي قديه. تلقى تلقى، زيد افرت مليح في الجلاس متاعك طوى تطيح بروبة مفضفضة شوي. ووه يخي، في انا بلاد الخطيبة تتصدر بروبة ملبوسة. اوه عاد شبيه يخي روبة العيد شبيها، لبستها مرة برك راك. مش لازم، بطلت يا عبيد ربي نلبس الخاتم ونتخطب ونقص الجدو هذوما الكل. ايوه ما تنساش الحنش والخيالي اللي دبرتهم لك، هذوما الكل بروبة العيد. نكمل عند لبست بليد الكوشينه وكاو. والله احسن اكيد ما توسخش روبتك. الزيت استوى وانت كيك الخدوش اللي عنده اللحمات. باهي بركه يا لله، تو ناخذوا هالك الروب المحنون. ربي عايشك يا نونا، ربي يفضلك. اما شو تخلي روبة مش بنوار من الاسواق؟ اسمع نبه عليك، العيد الجاي ما ثم شيء، راهو ما نشري شيء. ميسيلش ميسيلش، احيني اليوم واقتلني غدوه يا اخي، انا نعمل فيه روحي بركه يماني في وجهك زيدة. ما حشتيش، انا نحب اللي في مكتوب يقعد في مكتوب، كان جاي الوجه يقضي راعي الدنيا بالوجوه وبلاش كلمه. ربي فضلك يا نقى. يا امي جنيت توا وليت يا امي جنيت. اي 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 مالي يغلبك في البراتا يجي حاسبني. قلت لي استخبار دورت لي ضربت لي الحوت، انا عينيها سود عملت لي بصل. البصل غلط في الادريسة، ها هو الاتجاه صحيح. ابو شكون طفى عليا الضوء سيدي في المحلي؟ بيا بتطفي ثوري عملت لي العود، انا وعيني وين غير الكتاب تاع الفلسفه هذا الوزاوي. لازم قلعتك في السحروره هذيك تتقشف في الطاقه، واحنا نقعدوا ندرسوا في الظلام. عملت لي استخبار دورة غير دكتور سليمان لبيب. عملت لي فصل عم سليمان. أبابا شبيك فضلين؟ عزعوزة قاعد استحفظ على عيني. ربي معاك، عايز تصبح على خير. اي جاوني تصبح على زبوني. عزوزة يا تحفونة يا مرت خويا يا عروسة في كروسة يا عيش. يا بوس تعرف عزوزة باهي العرس راه باه يعمل لك ليبر العرس راه يعيشك يا عم سليمان. تصبح على خير. عملت لي فصل
يا وين سي مفتاح هذا؟ ان شاء الله يطلع اوراق دي. اي حل حليتي تو؟ استخبار دورت لي دربي نفستني في الليل يجاوب بشك اسبوعي يا وحلا وحلا والله ريق تكونش علي ببيت اسبوعي اسبوعي تفيق صباح خير جيت لا لا ما زلت ما جيتش ما زلت نحاول الحل في الباب العزوزة رقدت عزوزة نايم رقدت قبل ما نقدر قالت لي نقعد نستناك حتى تروح ظهر فيك هكا تضرب فيه خميري خور روحك قاعد مروح مخر بس نورمال غلبني النوم الله يكفيك تنتي غلبتك عزة مش ما يغلبكش النوم يقعد بالله يقعد جارة تشبيك منقور عاد بتي فرير اقعد تفادك معك تعشيتو؟ اي تعشينا امي خلتك عشيك في الكوجينة لا 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 انا بلان 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 كورسا ظهر ظهر هيك مشحوطة شحطة يا بيضة وقل لي ايش كريت عاد انت انا بيرسونال تعشيت لوز مالح وفستق وكنبي بنك بنك ايه شوفي من دورك يعطيك سخطك كنبي والله كان عرفت راني زدتك معايا للجمعيه خير ماك الفكاهي اللي جابوه هذاك شو جابوا لكم فكاهي جاب واحد ماس طلاس وشو اللي جاب لكم شي عاد جو فرقه جابوا فرقه لا والله استرفنا جابوا فرقه واحد جابوا مطرب مطرب هذا سبيسياليست انا سبيسياليست سيدي في ام كلثوم بالفزاني هذه سيدي خويا انا عمري ما سمعت بها كيفاش هذه ام كلثوم بالفزاني ترى هي حشيرو هذا ولو بدا على انا راى الحب سكارى واحنا نقولوا مثلنا طلعنا خوفين وجيب لكم شي حد ياخذ ولا تخوف اجد من بعد عاد من بعد من بعد عاد من بعد جا واحد اسمه جورج وصوف جورج وصوف نتاع الكبارية قولي سيدي خويا يغني بيه كيما جورج كأنه جورج وصوف الصباح وقت اللي يبدا يحك في سرير هكا ويمضمض ويغرغر هو كيف كيف هو سيدي حكيلي سيدي حكيلي سيدي خويا حكيلي حكيلي وبعد بعد اسمع بيناتنا هذيا بربي جابوا راقصة راقصة كومسا فيها اون تكنيك عندها ينتك تبارك الله عليها ولبسه خفيف تلمو لبسه خفيف تتقذرف هكايا كلها لبسه كي قونيل وشنيش وعامله والله ذكرتك عامله احنا في يدها كيف يقعد يقعد زبلاده شبيك مرقور تي فرير فازك معاك وتشطح بالعكاز شو عكاز زاد لازم العكاز هذاك لازم هذاك على الطريقه الصعيديه وبدات تشلفح فك عكاز علمي علي صار علي شويه لدمغه الكاتب العام المساعد بتاع الجمعيه كيف بالله شويه بشويه كمل لي كمل لي وبعد جدي بدات تقرب لي ليا وقت الرشقال وقت يجي رد بالك وقت يجي الرشقال
الرقص ندور على الطوا والكل قاعد قربي والعباد الكل تغامزوا عليا. قالوا لي هذاك الكاتب مش كاتب العام، تعديت على الكاتب العام وبعد تعديت عليا. قالوا لي هذاك الامين المال عنده الكاشيات. هي سمعت بكاشيات وتتصرف زي فوق الطاوله. وبدات يا اخويا بالكت له صحنه وبالكت له فراشه وبالكت له كيسان وبدات يا بابا 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 انا بعمل معاك غطين يا والله زوز انت اللي عديتي لي قبل متصل مع الركاب اسبوع جاهر باسبوعين برحمه ابوك. شو اعطيني شبيخ شبيخه بشبيخه مش هتسمع. هذه نفخه هذه حيات وكل اجتماع هذاك الوقت ايش عملتوا اخي؟ قبل الحفله ولا بعد؟ اما اجتماع دير اجتماع تاع اللي يمشي على القول ولا درسوا التنصيب هذاك مش اسمه تنصيب. ايش وقتاش عملتوا؟ سيدي صبورين ما بين التاي والدزير طلع واحد من الفرقه خا سيه سيه 10 دقائق راحه. صباح الخير يا نانا يا عزيزة يا غالية. نهارك زين. قولي البارح وانا راقدة خممت حكاية روبتك. برك الله عليك نانا حتى راقدة وانت تحسب. عادة قلت علاش ما نخيطوهاش روبت الخطبة؟ زعما تحضر في ساعة؟ وعلاش ما تحضرش؟ عندي وحده كليون خياطه توا تخيطها لك باش ترسو. انت بربي علاش ما ناخذوهاش حاضره؟ مش خيره ساعه انا قمرت روبتها فك عليك البزارات الغلا والكوي والخياطه تنقول لها تعملها لك واسعة شويه هكاك تقعد لك حتى ايش للعرس. ديجا هوني يا اخي مش باش تفطر معايا الحليب الكل الويت ويفسد يشربوا بالشفاء على خاطر انا سيئ الشاي طارت هذاك يقولوا له سقام العرايس. صباح الخير سي سليمان. صباح الخير. تعديت باهي السهريه؟ تي ما نذكرش تي لا تلمان صارت حتى لي راسي صبحك القفه هكا واني زدت قمت رتع حتى انا قلت زيد البنات عندهم نص ساعه من اللي خرجوا. يا اخي ما سمعتش المونجيلا كي نوقزت؟ شنو سمعتها شنو سمعتها تقولش عليها موزيكة البي بربي. قل لي يا اخي شقعدتوا تعملوا العقبات الليالي مش قلت باش ينصبوك كهو؟ تي في بالي باش ينصبوني لكن راسك انا نخدم ولا غل هكا اوراق وفاتورات وشيكات وكمبيالات وكاشيات. اي مش قلت باش يعملوا لكم حفله؟ تي مش حفله 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 عملوا لنا هكا حفله صغيره بتي فور وشويه غازوز وشويه جو هكا في كيسان بلاستيك جتابل كهو. بربي عايشك شنو نوعو هالجو خاطر ريحته صبحه تتعطعت في البيت. شنو اللي ريحته تعطعت في البيت زيده؟ لا يا امي عاد الدواء تحكي عاد الدواء. صباح الخير. نهارك زين. بسم الله على ولدي شبيك صبحت مريضه؟ مهسهسه شويه. لطف عليك هذيك تلقاك خرجت في الساقعه هكاك قلت لك يا وليدي البس شاشي عمرك ما حدش يتحمل السرد والسقيع راه. ليه عاد يا امي فضيله؟ يجي منه هو توا سي سليمان يلبس شاشيه يا اخي تحبه ما عادش يقبلوه في النادي نتاع فخايد. شنيا شبيها شاشيه لل بوها الله يرحمه كان يلبس شاشيه اما خير هي ولا كلبوني اللي يمشي به للمسجد. تيا والله فكره علاش ما توليش تلبس برطله اسطنبولي مثلا؟ انتم كسرتوني راسي بالحكايات نتاعكم.
نمشي شد بيرو يا اخي، عندي ساعه رتار. ساعه هذي قتلهم اسكت. المراه راجلها مريض وهي تضحك. آه يا ناري، وينهم رجال قبل اللي حمروا عينيهم؟ خساره ما طلعش البوه. خير ولا راهو خذا مراكي امه. تشبيه؟ تشبيه تعديت ما صبحتش؟ سامحني يا اسبوعي، راسي وجع فيه على شكون؟ شوف تواه سليم، ما تقوليش عند الدويخة مازالت عاملة فيك. ها؟ شنيا؟ سليم؟ شكون سليم ودويخة؟ شبيك يا اخي سافا با؟ تعرف سليم البارح كي نتذكرك في وسطك انت والرقاصة وش شنك ريست على ضحك؟ اي ما فضلك؟ ما فضلك؟ شوية ارتباط ما فضلك؟ شو تلعويك هذايا؟ وش بيه سيادتك بقايا الحيش؟ كيفاش؟ اللي خويا تحب يقومك؟ تشبيك رانا سهرنا الفجاري راهو احنا نهروا ودرتشوا وسيدي قلت له برا سيدي خويا تعب خليه يزيد يرقد ما عندناش كليونات سماع. شنو هو ندرتشوا؟ انا ندرتش معاك انت؟ ايه ويش يصدم وش يصدم؟ ماكش مزيان تسمى البارحه عجبتني زرتك نايز ورا في باليش. ايه تشبيك راك تخطر بالضحك وانت مستاسك ناكل وين 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 عباس قدر يا تخوف راك كنيز. شنو 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 هي كنيز هذه؟ ها ولينا تسمع الكلام وتطيح القدر يا سيدي؟ انا معلم هوني راه ها وما نسمحلكش باش تكلم ياك. اي توا توا تقلب عليا وجهك وتشد بيروك فز تشبيه تشبيه نسيت روحك البارح كي لا كيلك من فضلك وانا داير مغش عليك. ها مغش عليك انا سرق فيا في فلوسك وتحشم فيا قدام امي ومرتي وسيدتي. شنو هو لاباس يا اخي تتعاركوا على الصباح تصواتكم راهي تسمع بالاتوليه نتاعي راهو شنو يا باجي يا باجي يا باجي يا باجي يا باجي وليت الكلمه بالكلمه انا والفرملي بتاعي ها يطلع عليا في الحكايات ها ويزيد عليا في الكلام مستاهل هذاك البارح قعدت سلافين الفجاري بيشربها وزيد نحيت له دبش ورقدته كلمه بيه. شنو نحيت لي دبشي ورقدتك البيبي تسمع فيها ها قدامك زدش عليه كلمه ها ولا توصفتك يا سي صلي على النبي شنو هدي روحك توا هي صلي على النبي بيش فضاي حي هيا هي صلي على النبي صلي على النبي اسبوعي برا بيروك على شخويا برا بيروك يا باشي انا فدني راه انا طلع لي روحي يا باشي انا شو جاي محسهم مكعصرهم مخصصهم راهو يا خويا اش منزلك عليا وعلى الخدمه ها اذا مش عاجبك حليك الباب سمعتوا شاهد عليه ماو هاد هوريك الرجال اش تعمل بينا هكا سليمان عيب راهو هذا يجي منك انت تو هيا بحذاي هيا عاد بدل جو ساعه ساعه يا باجي يا باجي يا باجي يا باجي شنو خليني عايش خويا خليني عايش خويا ارتاح ارتاح عايش ارتاح اقعد هيا دير روحك هدي روحك يا سليمان انت راهو اخوك الصغير شنو هذا يجي منك شنو 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 هذا هذاك الديميسيون تاعي وكان نعرف نقرا بالسوري هذيك استيقاظي ما نعرفش نقرا بالسوري ديميسيون كتبها بالتي بالتي بالسي مش مش قلت لك انا قررت بس استقيل وزايد رد على حبيه زايد مش لحميك الله لحميك يكب سهلة يا سيدي بلا راحة واسمع راحة اوكي يا سيدي الديميسيون بتاعك قبلها وبالتي بتاعها زادة هيا حنك الباب حنك الباب وعدي راه وعدي وعدي يا اسبوعي يا هكا يا اسبوعي اسمعني اش تعب عندي باش اش تعب عندي يا كو تو كي قدمت ديميسيون تاعك اش باش تخدم؟ تكلم باش تخدم طياب في حمام ولا باش تدير هوا وتعمل باركينغ خدام البلاص تكلم اوه اوه محزوم ارض ربي واسع معناتها انا من الغدوه من الغدوه نلقى خدمه يا اسبوعي افهمني افهمني يا اسبوعي خنتقل بينك وبين خوك اش فما؟ فما في اسبوعي تاعك عامل فيها عروض وعليش عمل زيدا؟ اش عمل؟ اتعارك مع سليمان وقدم الديميسيون نتاعك وعلى اش عمل؟ يا غالب توب اسبوعي يا اخي بالحق الحكايه اللي سمعتها بالحق بالحق ومانيش متراجع يا غالبتك على روحك يا عزه قعدت قعدت وخذت واحد بطاط
خشمك واش باش تخدم بيه خشمك يا سسمك ببليسيتي نتاع محرمه يا عبد العشبي بطل مادامنا مع بعضنا ذاك اللي بيه الفايده يظهر لك مادامنا مع بعضنا يلزمك ترجع لخدمتك ما كانش ماناش باش نطولوا مع بعضنا انا ما ناخوش واحد بطل وهاني ننبه عليك ما فماش خطبه مع البطاله ايش فيها البطاله خايبه البطاله كيف مش البطاله راه القهوه مسكره واستنت فارغه شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف